ما سألت حالك ليش التركيز الإعلامي كله على مستشفى الشفاء؟ خليني أحكي لك إنه الموضوع فخ، عملوه قبل هالمرة ونجح وحابين يعيدوا التاريخ. بال2003 لما أمريكا غزت العراق، أمريكا وجهت كل إعلامها وخدعت الإعلام العربي معها بإنه يكون الحديث كله عن مطار بغداد. الدعاية اللي اشتغلوا عليها كانت حرب نفسية، كل وسائل إعلامهم، قادة أمريكا وجيشها وتصريحاتهم ما كانوا يحكوا إلا عن مطار بغداد، وصوروا للعالم كله إنه سقوط المطار هو نهاية العراق. وفعلا نجحت الخطة، وبمجرد انتهاء معركة المطار انهارت معنويات الشعب والجيش العراقي كله واحتلوا بغداد بثلاث أيام. اليوم عم بتكرر نفس السيناريو بالضبط، قادة الاحتلال وإعلامهم ما عم بيحكوا إلا عن مجمع الشفاء الطبي، وخطتهم لغاية الآن ناجحة، لأنه حتى إحنا صارت كل أخبارنا عن كم هم بعاد عن الشفاء وهل دخلوا أو لا، وكأنه الشفاء هو الهدف الأول للمعركة وسقوطه يعني سقوط غزة. خلينا نحكي لهم إنه هاي المرة إحنا تعلمنا من تجربة العراق، وهاي الدعاية ما رح تمشي علينا، يعني من الآخر العبوا غيرها. غزة مش بس مجمع الشفاء، وغزة لن تسقط.